الرياضية الموسعة من الميادين، أهلا بكم. لم يعد خافيا على أحد الوضع الحالي في فنزويلا من مشاكل سياسية واقتصادية، لكن كل هذه المشاكل لم تؤثر على المتابعة في البطولات الرياضية سواء الشعبية أو الفردية، والمنتخبات الوطنية لم تخب عن أهم المشاركات الدولية. نجاح المخطط الرياضي وتحديدا الأولمبي في فنزويلا لم يتحقق عن عبث ولا بمجهود فردي، بل حصل نتيجة تأمين مناخ احترافي للاعبين واللاعبات، ونتيجة إيمان من الحكومة المحلية بأهمية رفع العلم الفنزويلي في البطولات القارية وصولا إلى الألعاب الأولمبية. إنجازات الرياضة في فنزويلا هي محور حلقتنا، فإلى العناوين. الرياضة في حقبة مادورو، إنجازات فردية وميداليات أولمبية. التخطيط وضع كرة القدم الفنزويلية في خانة الاحتراف، وكبار منتخبات أمريكا الجنوبية تتمثل بها. عهد الرئيس نيكولاس مادورو ابتسم للرياضة الفنزويلية، فطبع أبطالها بصماتهم في مختلف الميادين العالمية ليرفعوا راية بلدهم في أهم الأحداث والبطولات. صحيح أن فنزويلا لم تنجح في المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا الصيف الماضي، لكن التخطيط في كرة القدم المحلية انطلق مع الفئات العمرية. منتخب ما دون 20 عاما فرض حضوره المميز في بطولة العالم للشباب في كوريا الجنوبية، ووصل إلى النهائي ليحصد الميدالية الفضية أمام إنجلترا. الوصول إلى النهائي حتى مع شباب المنتخب النبيذي الفوز على عمالقة كرة القدم مثل منتخبات ألمانيا والمكسيك والأوروغواي. الرئيس نيكولاس مادورو هنأ اللاعبين على إنجازهم التاريخي وقال: الرياضة مهمة، لدينا جيل ذهبي بفضل الثورة. منتخبات كرة القدم تطلق النجوم الواحدة تلو الآخر، وقد يكون أهم إنجاز فردي قد سجل باسم نجمة منتخب فنزويلا دينا كاستيانوس بوصولها إلى نهائي جائزة الكرة الذهبية The Best من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم. كانت كثيرة زيارة البعثات الرياضية إلى الرئيس مادورو العام الماضي بهدف شكره على وضع الطائرة الرئاسية بتصرف البعثات المشاركة في الاستحقاقات الخارجية، والتي بدورها شكرته أيضاً بعد العودة مع الميداليات بألوانها المختلفة. نجوم كرة السلة الفنزويلية وضعوا حداً للهيمنة الأرجنتينية والبرازيلية في القارة الأمريكية، حافظوا على لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للعام الثاني توالياً بعد تتويج نادي غواروس ديلارا باللقب القاري. خوسيه ألتوبي بات سفير فنزويلا الرياضي. يحترف نجم البيسبول مع نادي هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، وقاد فريقه إلى التتويج بكأس العالم. وما زاد فرحة أبناء بلده هو اختياره أفضل لاعب في البطولة وأفضل رياضي لاتيني. مسلسل إنجازات فنزويلا في ألعاب القوى لم يهدأ في الأعوام الخمسة الأخيرة، وكان آخرها تألق يوليمار روخاس بنيلها ذهبية الوثب الثلاثي في بطولة العالم. في أم الألعاب أيضاً نالت روبيلس بينادو ذهبية دورة أمريكا الجنوبية في مسابقة القفز بالزانة. وللحديث أكثر حول الرياضة في فنزويلا ينضم إلينا الإعلام الرياضي في قناة تيلي سور من العاصمة كاراكاس فرناندو نونياس. أهلا بك فرناندو في الرياضية الموسعة من الميادين. أولا أود أن أعرف من خلالك حول هذه الإنجازات التي حققتها فنزويلا في حقبة الرئيس مادورو كما استمعنا في التقرير. في البداية تحية للجميع، وأشكرك زميلي على هذه الاستضافة، يسعدني أن أطل عبر الميادين. حسنا، الرياضة الفنزويلية حققت إنجازات مميزة في عهد الرئيس نيكولا مادورو، وأهدت إنجازات للدولة اللاتينية. أكثر هذه الإنجازات هي من حيث الأهمية الميداليات الأولمبية، رفعت اسم وطننا في العالي وهي تعتبر تاريخية. هنا يمكننا الحديث عن 3 مناسبات خلالها حصد الأبطال ميداليات: الفضية للاعبة ألعاب القوى يوليمار روخاس في الوثب الثلاثي، سجلت حينها رقما مميزا 14 مترا و98 سنتيمترا. هذا الإنجاز الأولمبي الأخير تحقق قبل نيلها ذهبية كأس العالم حين تفوقت على إبار
الأرجوين منافستها الكولومبية. كما قلت عن يوليمار روخاس فرناندو بأنها من أهم الرياضات ومن أهم قادة فنزويلا إلى في المحافل العالمية، ورفعت هذه الراية وتم تكريمها في إسبانيا وتحديدا مع صحيفة أس المدريدية. يمكن اعتبار هذه النجمة بأنها سفيرة لرياضة فنزويلا في العالم بأسره؟ طبعا هي سفيرة كبيرة على صعيد العالم بأسره، وقد وقعت عقدا مع نادي برشلونة الإسباني في قسم ألعاب القوى. إنجازاتها لا تقل شأنا عما حققه رياضيون آخرون كيوال فينول بحصد فضية الألعاب الأولمبية في الملاكمة. كذلك الحال بالنسبة للمتسابقة على الدراجات الهوائية ستيفاني إيرانديس حاملة برونزية الألعاب الأولمبية. هذه كلها نتائج عالية المستوى في المحافل الدولية. لكن أعود إلى يوليمار روخاس، هذه النجمة الكبيرة بدأت مسيرتها الاحترافية عن عمر صغير لأنها حصدت الميدالية الأولمبية وهي كانت تبلغ 20 عاما. هذا العام وقفت أيضا على منصة التتويج بنيلها فضية بطولة الألعاب الداخلية في ألمانيا. هذا إنجاز في غاية الأهمية لفنزويلا عموما، وذلك بفضل الاهتمام الذي توليه إليها وزارة الرياضة في الحكومة المحلية ودعم الحكومة بشكل عام. نعم فرناندو، تحدثنا عن هذه الإنجازات الفردية وقد طالت أيضا الرياضات الجماعية في فنزويلا. كل هذا لم يتحقق عن عبث كما قلت أنا في المقدمة. أخبرنا لو سمحت من موقعك، كيف تدعم الحكومة الفنزويلية الاتحادات المحلية سواء للألعاب الفردية والجماعية؟ هذه الإنجازات تتحقق بفضل دعم الرئيس نيكولا مادورو، إيمانا منه بوضع خطة لرفع مستوى الاتحادات الوطنية. هنا أشير إلى أنه وضع الطائرة الرئاسية بتصرف الرياضيين المشاركين في البطولات الخارجية في محاولة لتأمين أفضل الظروف كي يعودوا بالميداليات والكؤوس. الأمر لا يقتصر على إعطاء الأهمية للمشاركات الخارجية، بل تسعى الحكومة إلى استضافة البطولات الدولية بمختلف أنواعها واستقبال أكبر عدد من الرياضيين لتكون فنزويلا مضيفة لأكبر الأحداث. على سبيل المثال، استضافة دورة الألعاب البوليفارية عام 2021 في ميراندا الفنزويلية، حيث سيتم استقبال عدد كبير من نجوم ألعاب القوى، وهذا سيكون اختبار في غاية الأهمية للبلد عموما، سواء لناحية التنظيم أو استعداد اللاعبين للألعاب الأولمبية التالية. إذن فرناندو، سنسمع هذا الخطاب المقتطب في أحد المناسبات للرئيس نيكولاس مادورو. نعرف أهمية الرياضة في فنزويلا لأنه في أحد المناسبات زارت بعثات رياضية الرئيس نيكولاس مادورو فدعم مشاركة أبطال فنزويلا بألعاب طوكيو و2020 المقبلة. اعتمدوا على الدعم الكامل للحكومة البوليفارية لافتتاح مدرسة للتعليم والتدريب والتحضير، وهي للشباب الفنزويلي استعدادا لألعاب طوكيو 2020 وربما أبعد من ذلك. ماذا يمكنك أن تعلق فرناندو بعد الاستماع إلى هذا الخطاب المقتضب في كما جاء في أحد المناسبات؟ نعم بالتحديد كما قال الرئيس، إن الأهمية تكمن في افتتاح مدارس رياضية تعنى بالناشئين الصغار لتدريبهم وتعليمهم. أخيرا تم دعم عدد كبير من هذه المدارس بهدف صقل المواهب لدى الأولاد الصغار كي يسيروا على درب الاحتراف منذ الصغر. هذه الطريقة هي الأمثل كي نحافظ على المواهب ويتم توجيهها نحو العمل الصحيح. هذه السياسة المتبعة أثمرت نجاحا ملموسا، وأكبر دليل على ذلك النتائج في الألعاب الأولمبية التي وضعت البلاد في خانة المتوجين بالميداليات. السياسة التي يتبعها الرئيس مادورو ليست جديدة، بل هو يكمل ما بدأه الرئيس الراحل تشافيز. وأعود وأكرر، هذه السياسة أعطت ثمارها بعد حين وترجمها الرياضيون في المحافل الدولية كلها. على خطى المنتخبات الأوروبية، وضع الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم خطته ليصبح المنتخب الوطني رقما صعبا في الاستحقاقات العالمية، لذا الاهتمام انصب على فئات الناشئين وسط دعم حكومي وشعبي. برازيل وبيرو. فنزويلا.
الكرة الفنزويلية على موعد قاري الصيف المقبل حين تشارك في كأس أمم أمريكا الجنوبية. وقع المنتخب النبيذي في المجموعة الأولى إلى جانب البرازيل صاحبة الضيافة والبيرو وبوليفيا. المشاكل في الداخل الفنزويلي لم تؤثر في معنويات لاعبيها، إذ يستعدون لخوض مواجهة ودية أمام العملاق الأرجنتيني في 25 من الشهر المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، على أن تنظم مباراة ودية ثانية في أوروبا أيضا من دون معرفة هوية المنافس حتى الآن. منتخب ما دون 20 عاما عاد قبل أيام من كأس أمم أمريكا الجنوبية للفئة العمرية المذكورة، وحقق نتيجة تعد تاريخية في تشيلي مضيفة البطولة، حين أسقط في الأدوار النهائية منتخب البرازيل بهدفين نظيفين. هذا على الصعيد الوطني، أما داخليا فلم تتوقف البطولة المحلية على الرغم من الفوضى العارمة، فالاتحاد المحلي تابع رزنامته مع انتهاء الجولة الأولى من مرحلة أبيرتورا وانطلاق الجولة الثانية هذا الأسبوع. كرة القدم الشاطئية تسير على خطى اللعبة الشعبية الأولى، فقد انطلقت دورة ودية أشرفت عليها اللجنة المختصة في الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، وجرى تتويج فريق باراغوينسي بلقبها. إذن فرناندو، كما استمعنا إلى هذا التقرير حول كرة القدم في فنزويلا، فنزويلا ليست رقما صعبا في أمريكا الجنوبية بوجود منتخبات عملاقة مثل البرازيل وكولومبيا والأرجنتين، ولكن الاتحاد المحلي وضع خطة طويلة الأمد بدأت منذ أعوام عديدة لتهيئة المنتخب ما دون 20 عاما والمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية كي تصل إلى أبعد ما يمكن في البطولات المقبلة، ولا سيما في كأس العالم. ما هي برأيك أو ماذا يمكن أن تطلعنا حول هذا التخطيط طويل الأمد لكرة القدم؟ حاليا التركيز منصب على الفئات العمرية في فنزويلا. اليوم الإنجاز الأكبر الذي تحقق كما مع المنتخب ما دون 20 عاما لكرة القدم بإحراز مركز الوصافة في كأس العالم للفئة المذكورة. هذا التتويج بالميدالية الفضية العالمية لم يكن سهلاً، والخسارة في النهائي جاءت أمام منتخب إنجلترا الكبير بهدف وحيد فقط في كوريا الجنوبية المضيفة. هذا الانتصار هو الأهم في كرة القدم الفنزويلية، لأنه كما قلنا سابقاً إنه تحقق من خلال رفع مستوى اللاعبين منذ الصغر، وقد رافقهم الاهتمام وصولاً إلى ما هم عليه اليوم. وكذلك الحال بالنسبة لكرة القدم النسائية التي شهدت تغيرا ملحوظا. حاليا يشارك منتخب الشباب في كأس أمريكا الجنوبية في تشيلي، بحيث سجلت الكرة الفنزويلية إنجازا جديدا بالفوز على منتخب البرازيل بهدفين نظيفين قبل أيام قليلة. هذه الخطة لصقل مواهب الصغار تعطي ثمارها، وهذه الوسيلة الوحيدة لإعداد المنتخب الأول مستقبلا للمشاركة في المونديال. طبعا المنتخب النبيذي لا يملك سجلا في المونديال، لكن هذا ما ننتظره مستقبلا على أمل التأهل إلى 2022، والأمال معقودة على هؤلاء الشباب ليجلبوا الفرحة للشعب، وهذا ما يعمل عليه المدرب رافائيل دوداميل منذ الآن. فرناندو، أتذكر جيدا الاحتفالات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس حين وصل إلى المباراة النهائية منتخب ما دون 20 عاما وسقط أمام المنتخب الإنجليزي، وسأنطلق من كلامك حول الفوز قبل أيام قليلة على منتخب البرازيل لمنتخب ما دون 20 عاما طبعا في تشيلي في كأس أمم أمريكا الجنوبية لما دون 20 عاما، وسترى وتسمع ماذا قال مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني حين توجه إلى تشيلي لمتابعة مباريات الأرجنتين لما دون 20 عاما، وهناك ذهل بالمنتخب الفنزويلي. منتخب فنزويلا هو مثال يجب الاحتذاء به. الجميع كان يراه في السابق أنه يسهل الفوز عليه، لكن اليوم بات محط احترام. بالنسبة للفئات العمرية تعد من الأهم في أمريكا الجنوبية، والمنتخب الأول هو فريق صعب يسير في خطة واضحة كما نفعل نحن، لذا يستحق كل التقدير.
يعني تخيل فرناندو بأن مدرب منتخب الأرجنتين هذا المنتخب العملاق ليونيل سكالوني حين توجه إلى تشيلي لمتابعة منتخب بلاده لمدون 20 عاما، كما قال بأنه أذهل بمنتخب فنزويلا بأنه أبدى كامل إعجابه بهؤلاء اللاعبين وبانضباطهم، وهنا أشدد على هذه الجملة بأنهم مثل يحتذى به. برأيك كيف وصل منتخب فنزويلا إلى هذه النقطة؟ كيف عمل على هذه الاستراتيجية؟ حاليا فنزويلا تركز على الوصول إلى الأدوار النهائية في الاستحقاق القاري مع منتخب مدون 20 عاما، كي يحجز المنتخب مقعده في بطولة العالم المقامة في بولندا. أتحدث عن أهمية التأهل العالمي لأن هذا هو العنوان الأبرز لهؤلاء اللاعبين اليافعين. هذه هي الخطة التي رسمت لهم منذ الصغر كي يصلوا إلى العالمية، والنتائج تتحقق شيئا فشيئا. أو يتدربون على نحو مكثف، يشاركون في المباريات الودية والرسمية، والانضباط هي سمة أساسية لتحقيق الغاية بصراحة. ليست مفاجأة أن يصلوا إلى هذا المستوى لأنهم يحصدون ما زرعوه سابقا على مر الأعوام الماضية. الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم دعم كثيرا الفئات العمرية وأمن لها كل الوسائل للتقدم. طبعا الوزارة المعنية هي الداعم الأكبر للاتحاد المحلي أسوة بغيره من الاتحادات الوطنية. نحن على ثقة بأنها ستسجل أفضل النتائج المطلوبة، لذلك تغزل المدرب ليونيل سكالوني بأدائهم، وهو يعرف تماما العديد من لاعبي المنتخب الفنزويلي، لأن البعض يحترف في الدوري الأرجنتيني ويتوزع على مختلف الأندية، تحديدا خوان كارلوس أورتادو صاحب الهدفين في مرمى البرازيل قبل أيام، كذلك بالنسبة لزميله سامويل سوسا هداف منتخب فنزويلا الذي بدوره يحترف في الدوري الأرجنتيني. نعم، كما قلت بأن هناك عدة لاعبين في منتخب الفنزويلي يحترفون في الأرجنتين في مختلف هذه الأندية العملاقة، ولكن هنا فرناندو سأتحدث بالنسبة لكرة القدم الفنزويلية. منتخب الأول المنتخب النبيذي سيشارك الصيف المقبل في أهم بطولة قارية لقارة أمريكا الجنوبية، وتحديدا كأس أمم أمريكا الجنوبية في البرازيل، فقد وقع المنتخب في المجموعة الأولى إلى جانب العملاق البرازيلي إلى جانب بوليفيا والبيرو. ما هي نظرتك لهذه المجموعة، وإلى أي مدى ستذهب بعيدا فنزويلا في هذه المجموعة، أي المجموعة الأولى طبعا؟ كأي مواطن فنزويلي أتحدث بانتماء عن المنتخب. نأمل أن يذهب المنتخب بعيدا في كأس أمم أمريكا الجنوبية تماما كما حصل في النسخة الأخيرة حين تأهلت فنزويلا إلى ربع النهائي، وكانت ضمن أفضل 8 منتخبات متأهلة إلى الأدوار النهائية. لكن النسخة المقبلة مختلفة، ولن تكون المهمة سهلة على المنتخب. كمشجع لبلادي ولكي أكون منطقيا، وقعنا في مجموعة إلى جانب البرازيل بقيادة نيمار، وهذا سيجعل المهمة أكثر صعوبة، وكذلك البيرو التي وقعت في المجموعة نفسها لا يمكن الاستخفاف بها بعدما شاركت في كأس العالم في روسيا ومنتخبها تطور في الآونة الأخيرة، كذلك الحال بالنسبة لبوليفيا المتجددة. لكن برأيي المهمة ليست مستحيلة لحجز بطاقة العبور إلى الدور التالي. نعم، وأنا أيضا أتمنى لمنتخب فنزويلا أن يصل إلى أبعد ما يكون في هذه البطولة. ولكن قبل أن نختم فرناندو، بما أنك تحدثت حول المجموعة الأولى إلى جانب العملاق البرازيلي، وتحدثت عن نجوم البرازيل وتحديدا نيمار وبعض اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، طبعا يتقاضون أجورا عالية وهائلة، كيف تقارنهم مع أجور ورواتب اللاعبين لاعبي منتخب فنزويلا؟ بالنسبة لأجور اللاعبين لا أملك المعلومات الدقيقة حولها، لكن لا شك أنه لا يمكن المقارنة مع نجوم آخرين في أمريكا الجنوبية ممن يحترفون في أقوى دوريات العالم كأسبانيا، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، كنيمار أو سيرخيو أغويرو الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما هي الحال في دوريات مختلفة في أوروبا. من جهة ثانية، ما يميز لاعبي فنزويلا أنهم يلعبون من قلبهم وبانتماء كبير إلى الوطن، هم مستعدون لتقديم الأفضل لرفع اسم بلدهم عاليا. هناك بعض اللاعبين الذين يحترفون في الخارج كخوسيف مارتينيز الذي يلعب مع أتلانتا يونايتد الأمريكي،
فهو من الأكثر تقاضياً بين اللاعبين، ويعول عليه كثيراً في كأس أمم أمريكا الجنوبية 2019. نعم، فرناندو، قبل الختام أود أن أسألك في هذا الوضع الحالي في فنزويلا بالنسبة للمظاهرات وكل ما يحدث من مشاكل نعرفها جميعا، يمكن القول بأن الرزنامة الرياضية لم تتأثر وهي تتابع على نحو طبيعي؟ نعم، رزنامة البطولات تسير على نحو طبيعي، فقط حصل تغيير واحد وهو نقل دورة خماسية في البيسبول من فنزويلا إلى بنما، حيث تشارك فيها كوبا والمكسيك وجمهورية الدومينيكان وبورتوريكو وطبعا إلى جانب فنزويلا، علما أنها استثمرت لتنظيم هذا الحدث الممتد لأسبوع كامل لاستقبال البعثات على أفضل نحو، لكن في النهاية تم نقل مقر الاستضافة وهذه تعد خسارة للجهة المنظمة. نعم، فرناندو نونيس الإعلامي الرياضي في قناة تيليسور، أشكرك لأنك كنت معنا في الرياضيات الموسعة من الميادين، فشكرا جزيلا لك. شكرا لك على هذه الاستضافة وعلى منح الفرصة للتحدث عن الرياضة الفنزويلية. إذن الشكر الأكبر هو لكم أعزائي المشاهدين، ولكن قبل أن نختم نذكركم بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحتنا عبر فيسبوك رياضة الميادين الرياضة باللغة العربية، ولمقترحاتكم يمكنكم التواصل معنا عبر sports@almayadin.net، ولمزيد من أخبار الرياضة ولمتابعة حلقاتنا يمكنكم زيارة موقعي الميادين بالعربية الميادين.net وبالإسبانية espanol.almayadin.net. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.